كيتا بالدي، هل هو أحد اللاعبين اللاعب السنغالي الرائع الكبير اللي مع المنتخب السنغالي متوج ببطولة أفريقيا مؤخرا، واللي رحلته فيها صعود وهبوط لكن يبقى جناحا كبيرا دوليا؟ هل هو أحد الصفقات المقبلة للنادي الأهلي؟ لاعب لاتسيو الإيطالي السابق، لاعب إنتر ميلانو الإيطالي السابق، لاعب موناكو الفرنسي السابق. ما تيجوا نعرف من وكيل كيتا بالدي، أو وسيط إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى أي ناد، وهو وكيل اللاعبين وليد سماكة. كابتن وليد أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. كيتا بالدي معلوماتنا بتيكت طيران معانا إنه جاي مصر يوم 26 بعد 3 أيام، مظبوط؟ حقيقي بالظبط كده. جاي ليه؟ والله احنا عندنا أكتر من عرض في مصر، يعني هو جاي للتفاوض مع أحد الناديين في مصر. الناديين اللي هم واحد منهم الأهلي. بالظبط كده، مين النادي التاني؟ الأهلي. هو برضه نادي يعني في القمة، برضه موجود معانا. في القمة ده اللي هو الزمالك ولا بيراميدز؟ هو في كلام مع بيراميدز، لا الزمالك بصراحة ما دخلش في الموضوع يعني. تمام، يبقى الإجابة بيراميدز، أو ده استشفافي للقصة يعني. لا بيراميدز لا. بيراميدز. طيب يعني الأكيد إن كيتا بالدي جاي مصر يوم 26. بالظبط يا استاذ هاني، ان شاء الله هو الراجل جاي مصر يقعد ويتكلم. افضل مكان بيبقى فيه وساطة بيني وبينه، سواء بنتكلم على زوم او بنتكلم على الواتساب، فالراجل جاي مصر بنفسه يقعد ويتكلم والكلام يبقى قدامه بقى. تمام، هيقعد مع الناديين، يعني انتم محددين مواعيد مع الاهلي ومواعيد مع بيراميدز؟ محددين ميعاد مع النادي الاهلي، لكن بيراميدز لسه يعني. ماشي، ميعادكم مع الاهلي، مين المسؤول اللي هيبقى معاكم من الاهلي اذا اردت التوضيح؟ لا انا مش حابب ان انا اذكر بس اسماء دلوقتي يعني. لكن في نقاشات ومكالمات الفترة اللي فاتت وبسببها جه مصر هنا، صح؟ بالظبط كده، وبالفعل يعني كيتا بالدي يعني لعيب كبير، واي نادي طبعا يتمناه سواء في مصر او في الوطن العربي، واحنا كمان كان عندنا عرض من السعوديه يعني. من نادي ضمك السعودي. بالظبط كده يعني، حضرتك عندك المعلومات صح يعني. دي تذكرة الطيران قدامنا على الشاشة، لكن يعني وكيل بلدي الأجنبي اللي هو غيرك يعني بيقول إن لم يحدث بأي شكل تفاوض مع النادي الأهلي، ومصدر من الأهلي على أحد المواقع قال برضو إن مفيش تفاوض مع كيتا بلدي، وقال بص لنا إحنا كمان بصراحة. هو مبدئيا الوكيل اللي اتكلم هو ده وكيله الرسمي فعلا، تمام؟ هو الراجل اتكلم وقال مفيش عرض رسمي، هو تمام الراجل بيتكلم صح، هو النادي الاهلي ما طلعش عرض رسمي. ايوه ولكن هو اللاعب جايب نفسه للتفاوض، وده تمام اللي انا وضحته وده اللي انا قلته بالظبط. طيب اما النادي الاهلي ينفي او ما ينفيش، دي حاجه بتاعت النادي الاهلي طبعا، دي حاجه انا مش مسؤول عنها ان انا اتكلم او ما اتكلمش فيها طبعا. طبعا طبعا. بيراميدز اتحدد موعد للقعده معاه؟ لا لحد اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دي لا. بيراميدز كلموك يعني بيتواصلوا ولا انت أنا اللي بتعرض؟ عرضت اللاعب بالفعل عليه. آخر مرة أنت تواصلت مع كيتا بالدي كان إمتى؟ من حوالي ساعة. من حوالي ساعة. طيب كيتا بالدي بقى أسألك أنت، ده لعيب الناس كلها عارفاه وسيرة ذاتية كبيرة قوي، يمكن مشواره مع الأندية ما بيطولش قوي، فأنا أحب أسألك ليه ما بيطولش؟ ثانياً هل خطوة الانتقال إلى الدوري المصري بالنسبة له هو شايفها حاجة مفيدة؟ هو مبدئيا هو خطوة الانتقال للدوري المصري، هو راجل فكر كتير وفضل الدوري المصري عن الدوري السعودي وعن الدوري التركي، وخصوصا ان هو عنده كأس العالم بعد طبعا فترة بسيطة جدا هيكون منضم لمنتخب السنغالي. ايوه فطبعا النادي الاهلي نادي كبير، واي حد يتمنى طبعا ان هو يلعب في النادي الاهلي، وخصوصا ان هو ما عندوش عروض اوروبية في الوقت الحالي زي ما الناس بتطلع تقول او في ناس كتير بتتكلم، لكن فعليا هو ما عندوش ولا عرض رسمي من اوروبا. كل العروض اللي عندنا من مصر ومن تركيا ومن السعودية. ومن السعودية اللي هو ضمك ولا بقى في أندية تانية؟ لا لا هو ضمك، نادي ضمك. طيب في أي إضافة تحب تقولها؟ لأن أنا يعني بقالنا كتير ما اتكلمناش، ففرصة إذا أردت توضيح أي شيء. لا أنا بجد متشكر جدا لحضرتك، وطبعا حضرتك من الإعلاميين الكبار جدا في شكرا مصر، الواحد بيتشرف دايما إنه يكون شكرا، موجود معاك. شرف ليا وجودك معانا، نورتني الكابتن وليد سماكة وكيل اللاعبين ووكيل كيتا بالدي اللاعب السنغالي الجناح صاحب 27 عاما. طيب